أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الشتوية الباردة وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب البلاد نهارا، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.